أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء عبر قناة دبي ريسنج، أسعد الله مساءكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. يجمعنا اللقاء بكم في مساء هذا اليوم الخميس الموافق بتاريخ 24/1/2019، حيث ننقل على حضراتكم مزاد المرموم السادس للإنتاج الشخصي من هنا من ميدان المرموم من المنصة الكبيرة، وترحيبنا بكل المزايدين، وترحيبنا أيضا بالمشاهدين الأعزاء والحضور الكريم الذين يتواجدون هنا لمتابعة هذه السلالات القوية والجميلة المتواجدة في هذا المزاد السادس برعاية نادي دبي لسباق الهجن. في البداية أرحب أيضا بأعضاء اللجان المتواجدين سالم بن سعيد بن حضيرم وعلي الجمري، وأرحب أيضا بالمشارك رقم واحد. المشارك رقم واحد يتفضل إلى ساحة العرض. عندنا المشارك الذي يبدأ الآن بالوصول إلى ساحة العرض. قعود 15 نقول 1000 درهم، اللي هو ميسور المختبر، ميسور المختبر الأب ومنصوب الأم بن شاهين 15000 درهم، 15000 درهم على ميسور المختبر وأمه بنت شاهين 15000، 15000 درهم مع ميسور المختبر الذي يتجول في ساحة العرض في مزاد المرموم السادس هنا في المنصة الكبيرة، و 15000 درهم، 15000 درهم. على فكرة أخذت هذا القعود، ما أخذ كاس بيعة أحمد المسافري مبتاع 1,000,000 عند محمد بن زايد المنصوري، و 15000 درهم، 15000 درهم، وأمه أيضا منتجة وإلها سبق وإلها رصيد من الإنجازات 15000 درهم، 15000 درهم، 15000 درهم تتجول أمام المزايدين والحضور الكريم، ونشاهد ميسور المختبر واحد 15000 درهم، نقول واحد 15000 درهم، اثنين 15000 درهم، ثلاثة. ناخذ المشارك القادم، وعندنا قعود أيضا قادم الأب مهند بعيد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ومنصوب الأم بنت شاهين، بعير سبوق وماخذ سيارات أبوه وسلالة صغانية أيضا سلالة حشيم. كريم من مزادات نادي دبي لسباقات الهجن هناك السنة الجاية إن شاء الله. طيب، معلومات وصلتنا أيضا اللي بيشتري من مزاد نادي دبي ومزاد دبي مزاد المرموم السنة القادمة أربع سيارات للسباق للمشتريات من المزاد، و 15000 درهم تتجول، 15000 درهم على ولد مهند، على ولد مهند 15000 درهم، نقول واحد 15000 درهم، اثنين 15000 درهم، ثلاثة. نستقبل أيضا المشارك القادم بكرة، عندنا على شاهين الشامسي بعير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والأم درعية 20000، 20000 على اللي وصلت إلى ساحة العرض تتجول أيضا بأصلها وفصلها وحسنها، ونشاهد 20000 أيضا تتجول معها والدور على الورد وعلى أيضا الجمهور الكريم 20000، 20000 درهم، 20000 درهم واحد، 20000 درهم اثنين، 20000 درهم ثلاثة. نستقبل أيضا المشارك القادم، وعندنا قعود قادم أيضا ولد مشعل بعير ناصر باللعوضي المنهالي، المنهالي هذا من إنتاج بعيره، هذا من إنتاج بعيره، ونقول 15000 درهم. الأم بنت ضيف
بن ضيف بعير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 15,000 درهم 15,000 درهم. هذا بعير المنهاري اللي سابقنهن من 10 في الوثبة، اللي سابقنهن من 10 كيلو، هذا من إنتاجه ومن عياله، خمسة عشر ألف درهم. نقول واحد أو اثنين ونشاهد المزايدين. 15,000 درهم. ثلاثة. نستقبل أيضا المشارك القادم بكرة عندنا على شمردل العاصفة والأم سودانية، إنتاج طيب ومعروف في الميادين، وعشرين ألف تتجول أمام الجمهور الكريم. 20,000 درهم على بنت شمردل العاصفة. 20,000 درهم. 20 إنتاج قوي وإنتاج معروف في الميادين، وعشرين ألف درهم مشاهدينا الأعزاء مع بنت شمردل التي أيضا تأخذ ساحة العرض وتتجول أمام اللجان وأمام أيضا المزايدين الكرام. 20,000 درهم. 20,000 درهم. نقول 22,000 درهم. 3. نستقبل أيضا الضيف القادم. عندنا قعود على مشاكل العاصفة. نشوف مشاكل بعير سالم بن راشد بن غديف. نعم هذا أبوه ماخذ رمز في ميدان في جائزة زايد. أخوه ماخذ رمز في جائزة زايد الكبرى عند حمد بن راشد بن غدير. 15,000 درهم. 15 على مشاكل الأم بنت صوغان و15,000 درهم. 15 على مشاكل. 1. 15,000 درهم. 2. نقول 2. 3. طيب نستقبل المشارك القادم. عندنا بكرة قادمة أيضا على شهاب العاصفة والأم الذهيبة. ونقول 20,000. نعم في المهرجان ولي العهد البارحة خواته انتين سابقات في المهرجان. أظني أنه ينحدر من سلالة البحيري، هذا اللي هو شهاب العاصفة اللي سابق الخيول، هذا من سلالته. ونتابع 25,000 درهم على شهاب الأب شهاب والأم الذهيبة، و20,000 درهم. نقول 20,000 درهم. 22,000 درهم. 3. نستقبل أيضا المشارك القادم. عندنا قعود قادم لساحة العرض، إلى ساحة العرض. الأب مخلص بعير حمد بن راشد بن غدير والأم أمسكته. نعم قعود قادم وأيضا منصب أبوه له ماضي وله أيضا ماخذ رمز أبوه هذا القعود، والآن أمامكم من إنتاجه وسلالته. 15,000 درهم. 15,000 درهم مع مخلص وينحدر من سلالة غازي المختبر. نعم ينحدر من سلالة غازي المختبر ويتجول مع 15,000 درهم. نقول 1 2 2. عندكم اللي قادم إلى ساحة العرض، واثنين بعدنا واقفين على 2 و3. طيب نشوف المشارك القادم. عندنا بكرة قادمة إلى ساحة العرض. بكرة قادمة الأب قطمان العاصفة والأم بنت شاهين، إنتاج طيب ومعروف، و20,000 سلالة شاهينية معروفة في كل الميادين، و20,000 درهم. 20,000 درهم مع بنت قطمان العاصفة والأب الأم بنت شاهين. 20,000. نقول
20,000 درهم مع بنت قطمان اللي تتجول في ساحة العرض أمام المزايدين، واحد اثنين مع 20,000 ثلاثة. طيب نستقبل المشارك الغادم، عندنا قعود غادم ومنصوب الأب عز الطلب وأمه بنت شاهين، الأم بنت شاهين، أبوه ماخذ رمزين، وهذا من إنتاجه ومن نفس السلالة، وقعود طيب، قعود حار، قعود بسلالة قوية. نقول 15,000 درهم مع عز الطلب، هذا القادم اللي يتجول أمامكم. 15,000 درهم، 15,000 درهم، 15 مع عز الطلب، مع عز الطلب، الأم بنت شاهين، و15,000 واحد، 2, 3. استقبل المشارك الغادم، عندنا بكرة قادمة بنت مخوف العاصفة، مخوف إنتاجه معروف وإنتاجه طيب، وبناته أيضا ابتاعا على المؤسسات، وهذه أحد الإنتاج القادمة بال20,000 تتجول، بال20,000 بنت مخوف العاصفة اللي أمامكم مشاهدينا الكرام المزايدين الأعزاء. 25,000 نقول 20,000 درهم، 20,000 درهم على بنت مخوف العاصفة، وما زلنا نحن أيضا نشاهد بنت مخوف اللي تتجول في الساحة مع 20,000 درهم، 1, 20,000 درهم، 2, 3. الله يبارك لراعيها. ونستقبل أيضا قعود عز الطلب، إنتاج وسلالة، 15, الأم البحيرية والأب عز الطلب اللي أمامكم في ساحة العرض في ساحة المزاد، 15,000 درهم على عز الطلب. نقول 15 قعود ما شاء الله، يعني عون ولون وشكل وكبر وأصل وفصل، وأمام الجمهور يتجول بال15,000، 1, 15,000 واحد، 15,000 درهم، 2, 15,000 درهم، 3. استقبل باكرة بنت مرضي بعيد سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان، والأم بنت حشيم، و20 على بنت مرضي اللي بترضي الجميع وحاضرة وجاهزة للتحدي، تتجول أمام المزايدين في مزاد المرموم السادس جيم، 20,000، 20,000 على بنت مرضي، الأم بنت حشيم، 20,000 درهم، 1, 20,000 درهم، نقول 2, 20,000 درهم، 3. ناخذ المشارك القادم عجيب، نصوب الأبو عجيب المختبر سويحان، الأم بنت براق، وأمه أول إنتاج منتجة بكرة سبوق، أول إنتاج لها بكرة سبوق، و15,000 على عجيب، 15,000 نقول على عجيب، ويتجول وأيضا ياخذ الدورة الثانية مع 15,000 درهم على عجيب، والأم بنت براق نقول 1, 1, 1، عجيب 2, 2, 3. طيب نستقبل المشارك القادم، وعندنا القادم بكرة بنت مسكت العاصفة، والأم بنت براق، 20,000 على بنت مسكت، 20,000، 20,000، ما شاء الله بكرة يعني كل ما منها
طيب من أصل وجمال، وعشرين ألف، عشرين ألف درهم، عشرين ألف درهم على بنت مسكة العاصفة، بناته مأخذات رموز، عياله مبتاعات في التسعيرات، عشرين ألف، عشرين ألف درهم واحد، عشرين ألف خمسة وعشرين، خمسة وعشرين المزايد سعيد بن غدير العويسي، خمسة وعشرين، خمسة وعشرين على بنت ثلاثين عند راعي مصيحة، عند فايز بن غافان اليابري، ثلاثين، ثلاثين ألف درهم على بنت مسكة العاصفة، ونقول واحد، واحد، واحد على بنت 35، جاسم بن سالم المسافري بدأ يتحرك، 35، 35 ألف درهم، واحد، 35، 40 ألف، المزايد رقم 11، نقول 40 ألف، 40 ألف درهم على المزايد رقم 11، 40، 40 على بنت مسكة العاصفة، نعم. نقول 45 أبو حمد فايز من غفان اليابري راعي مصيحة، 45، 45 ألف درهم تتواجد أيضا مع بنت مسكت اللي تتجول أمام المزايدين، وواحد 45 ألف، 50 عن شاسم المسافري، 50 ألف درهم، واحد 50 ألف، 50 على بنت مسكت، 50 ما شاء الله، بكرة طيبة، بكرة يعني واقف عن هالكلام، 50 ألف، 50 ألف واحد، 50، 50 واحد، 50 اثنين، 50 نطالع ونشوف، ثلاثة، مبروك، مبروك الشاسب. طيب ناخذ المشارك القادم، عندنا قعود قادم، قعود قادم بسلالة الطلوع بعيد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والأم سودانية، بعير منتج، بعير له ماضي طيب وسلالته قوية، وعياله مبتعات ومركضات، وسلالة راهي، نعم سلالة راهي تتجول أمامكم يا مطلعا على المنصات، عيال هذا البعير واستلموا الجوائز وفرحوا بالناموس، 15 ألف، 15 ألف، نقول 15 ألف على سلالة الطلوع، على سلالة الطلوع 15، الأم سودانية 15 ألف درهم، 15 تتجول في ساحة العرض على إنتاج طلوع، 15 واحد، 15 ألف درهم، اثنين، 15 ألف درهم، ثلاثة، ونستقبل المشارك القادم، عندنا بكرة على مشعل، بكرة على مشعل باسم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والأم سودانية، بكرة تتجول، والبعير هذا إنتاجه طيب ومعروف وسلالة قوية، 20 ألف، 20، 20، 20 على بنت مشعل، على بنت مشعل بعير سمو الشيخ حمدان بن راشد، والأم سودانية، بعير له ماضي طيب وإنتاجه طيب وعيال ابتاعات وسابقات ومأخذات الزعفران والناموس، 20 ألف، 20، 20، 20 ألف، 1، نقول 2، 2، 3، استقبل المشارك القادم، وعندنا أيضا قعود قادم، قعود على شاهين بن حاذة، على شاهين بعير هجنة العاصفة، ماخذ رمز، ماخذ رمز، ونشوف شاهين بن حاذة يتجول، والأم بنت نجد، 15 ألف على ول شاهين بن حاذة، وأظني في مركاضنا اللي قبل تقريبا شهر، مركاض المزاد، شيء من عياله، طيب 15 ألف، أكبر عياله في الطامين، 15 ألف على شاهين بن حاذة، على ول شاهين بن حاذة، نقول واحد، نقول 1، 2، 3، طيب نستقبل المشارك القادم، نستقبل المشارك القادم، وعندنا أيضا بكرة، بكرة قادمة على الواش، على واش العاصفة،
وأمها بنت شاهين، أمها بنت شاهين 20,000 نقول على بنت الواش في رصيدة رمزين، هذا البعير وحياله كل الرايحات في التسعيرات على المؤسسات، هو 20,000 على بنت الواش 20,000 ونتابع ونشاهد بنت الواش وهي تستعرض أصلها وشكلها أمام المزايدين والحضور الكريم. 20,000 نقول 20,000 درهم، 20,000 درهم، 3 استقبل المشارك القادم. وعندنا قعود على شاهين الشامسي بعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن صوب الأم بنت صوغان، الأم بنت صوغان، و 15,000 على شاهين الشامسي، 15,000 على شاهين، سلالة معروفة وإنتاج هذا البعير إنتاجه معروف وإنتاجه طيب وله أيضا ماضي جميل له ولإنتاجه. 15,000 على ولد شاهين الشامسي، ومن صوب الأم بنت صوغان 15,000، 1, 2, 3 استقبل الضيف القادم والمشارك القادم. عندنا قعود قادم على سلهود بن نايفة العاصفة، نعم ينحدر من سلالة قوية ومعروفة، والأم بنت شاهين 15,000 درهم، وهذا البعير منتج إنتاج قوي ومشهود له في الميادين وعياله كلهن يعني أغلبيته رايحات في التسعيرات. 15,000 درهم على سلهود بن نايفة والأم بنت شاهين، 15,000 درهم إنتاج قوي وإنتاج معروف، ونقول 15,000 درهم، 2, 15,000 درهم، 3 طيب نستقبل الضيف القادم والمشارك القادم. عندنا بكرة، بكرة قادمة أيضا بنت مهدي العاصفة، بنت والأم بنت مهاجر، إنتاج طيب ومعروف، 20,000 درهم، 20,000 درهم على بنت مهدي العاصفة، 20,000 درهم، 20 نقول في ساحة العرض مع بنت مهدي العاصفة ومن صوب الأم مهاجر، أمها بنت مهاجر، وعشرين، 20 في ساحة العرض، نقول 20,000، 20,000 على بنت مهدي العاصفة، 20,000، 1, 2 نكمل 2 و3 نستقبل المشارك القادم. قعود عندنا على شاهين بالصغير بعيد مبارك بن عوض بن علي الاشتبي والأم الذيبة، 15 على ولد شاهين بالصغير، 15,000 درهم، بعير عوض مبارك بن عوض بن علي الاشتبي، 15,000، والأم الذيبة، الأم الذيبة، ونقول 15,000 درهم، 2, 15,000 درهم، 3 استقبل الضيف القادم والمشارك القادم. عندنا أيضا مياس بكرة، لا بكرة، طيب عندنا بنت مياس العفاري بعير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأم الشاهينية، 20,000 درهم، أخوه ماخذ رمزين السنة، أخوه هذه بكرة السنة ماخذ رمزين، ماخذ رمزين عند فري بن حمودة الظاهري، واحد في جائزة زايد الكبرى وواحد في المرموم في ميدان الزيت، في ميدان الزيت، ونقول 20,000، 20,000
20,000 واحد، 20,000 على بنت مياس العفاري، 22,000 درهم، 3. استقبل المشارك القادم و عندنا حايلتك العاصفة، ولد حايلتك بعير العاصفة والأم بنت شاهين، 15 على شاهين، على حايلتك ينحدر من سلالة شاهين عالي، كل سلالة شاهينية معروفة من صوب الأم والأم الأب والأم، 15 إنتاجه طيب، إنتاجه معروف، 15,000 درهم، 15,000 درهم، 3. طيب نستقبل بكرة بنت الأسد بعيلة مو شيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والأم بنت هملول، 20,000 على إنتاج الأسد، إنتاجه معروف وعياله معروفات في الميادين وله إنتاج قوي، وهذه البكرة من إنتاج الأسد، 20,000 درهم، 20 على بنت الأسد الأم بنت هملول، ونقول 20 تتجول في ساحة العرض، 20,000 واحد، 20,000 درهم، 22,000 درهم، 3. نستقبل المشارك القادم، وعندنا أيضا جدلان بعيسى مو شيخ أحمد بن محمد آل مكتوم والأم بنت سلهود، وله سبق وله إنتاج قوي، و 15,000 درهم، 15 أمام الجمهور والمشاهدين والمزايدين، 15,000 درهم، 15 نقول على ولد جدلان والأم بنت سلهود، 15,000 واحد، 15,000 درهم، 2، 15,000 درهم، 3. نستقبل أيضا بكرة على الباسل بعير عامر بن سعد بن رفادة المري والأم بنت شاهين، 20 ويا سلام على 20 ويا سلام على هاي البكرة اللي وصلت إلى ساحة العرض، 20 على بنت الباسل، 20,000 نقول، 21 نكمل الدورة الثالثة ونكمل العدد التنازلي مع 1 على بنت الباسل والأم بنت شاهين، و2 20,000، 22,000 درهم، 3. استقبل المشارك القادم، وعندنا أيضا قعود سلالة الوسمي بعير سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الوسمي عياله معروفات ومشهورات، الأم سودانية، 15,000 على سلالة الوسمي، 20,000 درهم، والأم سودانية وال20,000 تتجول، ونقول 1 على سلالة الوسمي المشهورة، السلالة القوية، 20,000 درهم، 2، 25,000 درهم، 5 خويطر بن سالم العمري، 25 30 عن شاسب، 30، 35,000، 35,000 درهم، 35,000 درهم على سلالة 40 عند خويطر بن سالم بن عامر العمري، 40,000 درهم على السلالة المعروفة سلالة الوسمي، 40,000 درهم، 40,000 درهم، نشوف 40,000 درهم، 3. مبروك. طيب خويطر بن سالم بن عامر العمري فاز بولد الوسمي. طيب نستقبل المشارك القادم، وعندنا أيضا إن شاء
نشوف القادم بكره على ديجور بالصوب بعيد العاصفه، والام بنت شاهين ديجور العاصفه يتجول بالعشرين الف بسلالته في ساحه العرض. عشرين الف نقول عشرين الف عشرين تتجول، ونحن نتابع ايضا بنت ديجور ونقول عشرين الف عشرين الف درهم عشرين الف درهم على بنت ديجور بالصوب بعيد العاصفه، والام بنت شاهين عشرين الف درهم واحد عشرين الف درهم نقول اثنين وعشرين الف درهم ثلاثه. نستقبل المشارك القادم. عندنا قعود على الواعي بعير سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. واعي المختبر. طيب واعي المختبر والأم بنت الباز. الأم بنت الباز وسلالة الواعي المشهورة والمعروفة خمسة عشر ألف درهم على سلالة الواعي المختبر والأم بنت الباز. خمسة عشر ألف درهم اثنين خمسة عشر ألف درهم ثلاثة. ونستقبل أيضا المشارك القادم. عندنا بكرة على شاهين ولد المعيمية بعير سمو الشيخ خليفة بن سيف آل نهيان والأم بنت صدام. طيب عشرين ألف درهم على البكرة اللي تنحدر من سلالة شاهين ولد النعيمية. عشرين ألف درهم وهي ما زالت في ساحة العرض. عشرين ألف درهم واحد اثنين ثلاثة. استقبل المشارك القادم. وعندنا أيضا عندنا بكرة قعود ولد الفارس. الله سلالة معروفة سلالة قوية أول إنتاج الأم بنت سراب وأول إنتاج أول من صوب الأم. نعم من صوب الأم أتكلم أول إنتاج. نعم ولا البعير عنده ثلاث رموز وتسع سيارات وبناته كلهن يعني رايحات في التسعيرات وفي رايحات على المؤسسات. للمعلومة السنة أكثر بناته مبتاعات على المؤسسات. هذا البعير خمسة عشر ألف نقول على ولد الفارس على ولد الفارس ونشوف خمسة عشر على إنتاج الفارس بعيد العاصفة. 15 والأم بنت سراب 15 ألف درهم واحد 15 ألف درهم اثنين 15 ثلاثة. طيب نستقبل الضيف القادم والمشارك القادم. عندنا بكرة 42. طيب عندنا على بنت بكرة على عز الجيش بعيد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ومن صوب الأم تنحدر من السلالة المعروفة السلالة الشاهينية. 20 ألف على بنت عز الجيش إنتاجه طيب ومعروف ومشهور وله إنتاج أيضا معروف في كل الميادين. 20 ألف درهم تتجول مع بنت عز الجيش. 20 ألف درهم واحد 20 ألف درهم نشوف اثنين 20 ألف درهم اثنين 25 ألف درهم عند شاسب 25 ألف درهم نقول واحد 25 ألف درهم اثنين 25 ألف درهم ثلاثة. اختيار موفق مبروك. ناخذ المشارك القادم. وعندنا قعود قادم على طليلي العاصفة نعم والأم سودانية سلالة معروفة سلالة قوية ما خلت رموز
وما أخذت ما أخذ عياله يعني بتاعا في المؤسسات 15 على سلالة الطليلي، على سلالة الطليلي اللي تتجول في ساحة العرض 15,000 درهم، والأم سودانية، وبدينا بالعدد التنازلي واحد على الطليلي، واحد على سلالة الطليلي، نقول اثنين ثلاثة. ناخذ المشارك القادم وعندنا بكرة على عز الطلب العاصفة والأم بنت شاهين، الأم بنت شاهين 20,000، إنتاج طيب، إنتاج معروف، إنتاج يعني له صيت في الميادين، و20,000 على بنت عز الطلب، والأم تنحدر من سلالة شاهينية 20,000 درهم، 20,000 درهم، وأول إنتاج، أول إنتاج هذا البعير. نعم، نشوف بنت الطليلي اللي هو عز الطلب. نعم، نقول واحد على بنت عز الطلب هي العاصفة، واحد اثنين ثلاثة. طيب، نستقبل المشارك القادم، وعندنا أيضا قعود قادم ولد الشهم، بعير محمد بن سلطان بن مرخان، والأم بنت مهاجر، الأم بنت مهاجر، ونشوف هذا القعود القادم، أبو صاحب رموز 15,000، أبو صاحب رموز الشهم بعير محمد سلطان بن مرخان، وقبل كم اليوم أظني أمس البارحة قعود. نعم، بنت عند حمد بن بطي الغفري في 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 البارحة ماخذها ناموس في ميدان المرموم، أخذت هذا القعود ومن سلالة الشهم 20 أو 15 نقول على الشهم اللي يتجول 15,000 درهم، 15,000 درهم، ونشوف الشهم والأم بنت مهاجرة، واحد 15,000 درهم، واحد اثنين ثلاثة. استقبل عندنا أيضا قعود قادم إلى ساحة العرض، الأب التبر العاصفة والأم سودانية، إنتاج طيب ومعروف، و15 على التبر، 15,000 درهم، سلالة معروفة في الميادين وسلالة شاهينية وإنتاجها طيب ومعروف، وهذا من إنتاجه 15,000، والأم سودانية، الأم سودانية 15,000 درهم، واحد 15,000 درهم، نقول واحد ونكمل الدائرة، اثنين 15,000 درهم، اثنين و15,000 درهم، ثلاثة. ونستقبل أيضا بكرة قادمة على مشكور العاصفة، على مشكور العاصفة أبوها هذا يعني كاسح الرموز، وكاسح ما عنده أربع رموز، وهذا من إنتاجه، وبكرة تتجول ب20,000 درهم، بكرة تتجول ب20,000 درهم، 20,000 درهم على بنت مشكور العاصفة، والأم بنت شاهين، الأم بنت شاهين، ونشوف خوات مبتعات في هذا العام تقريبا أكثر عن 3 على الرئاسة، 20,000 درهم، واحد 20,000 درهم، اثنين نشوف هناك 25,000، سعيد بن غدي العويسي، خمسة وعشرين ألف درهم، واحد 25,000 درهم، نقول على بنت مشكورة العاصفة، اثنين 25,000 درهم، ثلاثة، مبروك. وناخذ بكرة قادمة على ممدوح العاصفة والأم بن جبار 20,000 درهم، عشرين على بنت ممدوح العاصفة والأم بنت جبار،
الأم الجبار 20,000، 20 على البكرة بنت ممدوح اللي تتجول، إنتاجه طيب ومعروف، إنتاجه طيب وله أيضا إنتاج قوي ومعروف إنتاجه. 20,000، 20,000 على بنت ممدوح العاصفة ومنصوب الأم بنت جبار. واحد واحد واحد، اثنين اثنين، ونكمل اللفة الأخيرة مع اثنين ونقول ثلاثة. نستقبل المشارك القادم. بكرة قادمة إلى ساحة العرض، بكرة قادمة على بنت مناور، على بنت مناور بعير سمو الشيخ ذياب بن سيف، والأم بنت شاهين، والأم بنت شاهين 20,000 درهم على بنت مناور، على بنت مناور، ونقول 25، 25 المزايد خالد بن خليفة بن حميدان، خالد بن خليفة بن حميدان نقول 20، 25، 25,000 درهم، 30، 30 عند خويطر، 30 عند خويطر بن سالم العمري على بنت مناور، على بنت مناور وبعيد سمو الشيخ ذياب بن سيف، هي 35، 35 عند بن حميدان خالد بن خليفة بن حميدان، 35، 35 على بنت 40,000 درهم عند خويطر، 40,000 درهم، 40,000 درهم، واحد 40,000 درهم، اثنين 50، كم 45 كاسب، 45,000 درهم، 50، 50، 50، 50 على بنت مناور اللي تتحرك في ساحة العرض، 50,000 درهم، واحد 50، 55 كاسب، 55، 55، 55 على بنت مناور، واحد 55,000 درهم، نقول واحد 55,000 درهم، 60، 60 عند خويطر بن سالم العمري، 60,000 درهم، 60، 60,000 درهم، واحد 60,000 درهم، 65، 65، 70 عند جاسم المسافري، 70,000، 70,000 على بنت مناور، على بنت مناور 70، 70 وأمها بنت شاهين 70، نقول واحد 70,000 درهم، اثنين 70,000 درهم، ثلاثة مبروك. طيب ناخذ المشارك القادم، وعندنا أيضا قعود ولد شاهين ولد الظبي، الأم بنت، الأم بنت ملوح، طيب الأم ملوح و 20 أو 15، 15 على شاهين، ولد شاهين ولد نعم بعير حمد بن راشد بن غدير، 15,000 درهم، 15 إنتاج طيب ومعروف وله إنتاج معروف في الميادين، 15,000 درهم، 15 على ولد شاهين، ولد الظبي، ولد الظبي وكلني يعرف الظبي، وكلني يعرف الظبي وماضي الظبي وسلالة الظبي، و 15,000 نقول، 15,000 درهم، واحد 15,000 درهم، اثنين 15,000 درهم، ثلاثة. ونستقبل أيضا مشارك قادم، مهلك النوع بكرة، مهلك بعير الشيخ أحمد بن محمد المكتوم، والأم بنت شاهين، الأم بنت شاهين، وعشرين، عشرين إنتاج، إنتاج معروف، إنتاج طيب وشكل أطيب وسلالة قوية ومعروفة، وعشرين، 20,000 نقول، 20 على بنت مهلك بعير سمو الشيخ أحمد بن محمد الراشد المكتوم، والأم بنت شاهين 20,000، 20,000 درهم، وواحد 20,000 درهم، اثنين 20,000 درهم، ثلاثة. استقبل الضيف القادم والمشارك القادم، عندنا بكرة قادمة على سلالة رعد، سلالة رعد وسلالة معروفة، ينحدر من سلالة جبار المختبر وبعيد سمو الشيخ سيف محمد آل حامد، والأم مخايل معالي سمو الشيخ سيف محمد بن بطي آل حامد، والأم مخايل، الأم مخايل، هذا البعير في رصيده 3 سيارات،
في سباق واحد ما أخذ ثلاث سيارات اللي هو رعد 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 علي بن حليس العفاري أظني كان يملكه وخمسة عشر ألف خمسة عشر ألف وبناته سبق هذا البعير ومعروف وله ماضي طيب وعشرين عشرين عشرين ألف بكرة عشرين ألف واحد عشرين ألف درهم اثنين عشرين ألف درهم ثلاثة استقبل أيضا القادم قعود قعود على منذر المختبر الله منذر المختبر كاسح الرموز وكاسح أيضا الناموس نقول 15 ألف درهم 15 هذا البعير في رصيده 11 سيارة 11 سيارة اللي هو منذر منذر المختبر مختبر سويحان الأم بنت مهاجر 15 ألف درهم 15 15 15 ألف درهم واحد 15 ألف درهم على 20 20 20 ألف 20 ألف درهم واحد 20 ألف درهم اثنين 25 كاسب المسافري كاسب المسافري على ولد منذر 25 25 على منذر 25 ألف واحد 25 30 30 30 ألف 30 30 ألف على منذر 30 ألف 30 ألف واحد 30 ألف 35 ألف درهم عن كاسب المسافري 35 35 ألف واحد 35 ألف درهم اثنين 35 ألف درهم ثلاثة مبروك استقبل أيضا مشارك قادم وعندنا بكرة على أدهم وبنجدة العاصفة نعم معروف أدهم العاصفة سلالة نجد وظني شيء من خوات هاي البكرة في سباق المزاد ماخذ نعم يأكد لنا الجمهور يقول نعم قعود قعود بن حادة قعود بن حادة في السباق الماضي من عيال هذا البعير في سباق المزاد ماخذ المركز الأول هذه البكرة أخت القعود وبنت البعير اللي هو أدهم ولد نجدة العاصفة وعشرين عشرين عشرين ألف عشرين ألف درهم عشرين هناك بالحميدان خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين على بنت أدهم خمسة وعشرين ألف درهم واحد خمسة وعشرين ألف درهم اثنين خمسة وعشرين ألف درهم ثلاثة مبروك نأخذ الضيف القادم والمشارك القادم عندنا أيضا قعود أو بكرة قادمة قعود 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 قادم مناور بعير اسمه الشيخ خليفة بن سيف آل الهيان يا عيال مناور عيال مناور في ساحة المزاد مناور الشيبة مناور أخو مرضية نعم راعية راعية سيف المرموم سيف الإمارات في الميدان المرموم هذا من نفس السلالة ونفس الماركة نقول 20 أو 15 15 على مناور 15 ألف واحد 15 ألف درهم على مناور 2 2 2 3 مبروك لراعي إن شاء الله هو يجيب لها رمز ناخذ بكرة بكرة عندنا على سليماني الصغير بعير العاصفة الأم بنت منادي الأم بنت منادي 20 ألف درهم 20 ألف درهم على سلالة السليماني على سلالة السليماني اللي تتجول في ساحة العرض عرض المزاد في المنصة الكبيرة أمام الجمهور 20 ألف 20 ألف درهم 20 20 على بنت السليماني الصغير بعيد عاصفة والأم بنت منادي واحد 20 ألف درهم واحد 20 ألف درهم اثنين 25 ألف درهم 25 عند سعيد بن غدير العويسي 25 ألف درهم واحد 25 ألف درهم اثنين 25 ألف درهم ثلاثة استقبل قعود قعود قادم على مشكور الروية العاصفة
نعم. والأم الشكلة سلالة قوية معروفة، مشكور الروية 15,000 درهم على ولد مشكور الروية عيد العاصفة، والأم الشكلة 15,000 درهم، 15,000 درهم على مشكور الروية واحد، نقول 15,000 درهم واحد، 15,000 درهم اثنين، 15,000 درهم ثلاثة. ونستقبل أيضا بكرة قادمة على الفارس على أبو الرموز، أبوها أبو الرموز والسيارات، الأم سودانية، الأم سودانية 20 20 20 على بنت الفارس 20,000 درهم، 25,000 درهم على بنت الفارس 25,000 درهم. وما زلنا نتابع ونشاهد ونراقب أيضا بنت الفارس وهي تتجول في ساحة العرض أمام الجمهور والمزايدين. و20,000 درهم، 20,000 درهم واحد، 20,000 درهم 25,000 30 30 30,000 درهم عند سعيد بن غدير العويسي، 30,000 30 35,000 عند فايز بن غافان اليابي رعم صيحة، 35,000 35,000 40 على بنت الفارس إنتاج معروف وطيب، 40,000 وواحد، 40,000 درهم على بنت، 45,000 درهم عند سعيد بن غدير العويسي، 45,000 درهم واحد، 45 اثنين، 45 ثلاثة. مبروك. نستقبل مشارك القادم، وعندنا قعود قادم أيضا لساحة الميدان وساحة المزاد ومشعل المطوع العاصفة بعيد العاصفة، والأم بنت أشكرك. وهذا القعود بيقول له المعلق في الشوط الرئيسي أشكرك بالناموس، يتقدم الآن بخمسة عشر ألف درهم على مشعل المطوع العاصفة بعيد العاصفة، 15 إنتاج طيب ومعروف وله ماضي وله حاضر، 15,000 درهم واحد، 15,000 درهم نقول اثنين، 15,000 درهم ثلاثة. نستقبل أيضا بكرة على الواش بعيد العاصفة، بكرة قادمة والأم بنت غازي، سلالة قوية من صوب الأب ومن صوب الأم، سلالة معروفة وتشهد لها الميادين، 20,000 على واش العاصفة والأم بنت غازي، والأم بنت غازي نقول 20,000 على بنت الواش والأم بنت غازي، 20,000 واحد، 20 خلها تكمل الدورة ونشوف إن شاء الله، اثنين، 20,000 درهم اثنين على بنت الواش بعير العاصفة والأم بنت غازي، واثنين ثلاثة. ونستقبل المشارك القادم، وعندنا قعود على مسامح المختبر، مختبر سويحان، مختبر الإمارات والأم تنحدر من سلالة مياس، 15,000 درهم، ونقول سلالة قوية ومعروفة، وهذا القعود أيضا بيكون معروف في الميادين، 15 خواته رايحات في التسعيرات وسلالته معروفة، مسامح المختبر، نعم، 15,000 درهم واحد، 15,000 درهم اثنين، 15,000 درهم ثلاثة. ونستقبل الضيف القادم، طيب شاهين دقاش، بكرة قادمة على شاهين دقاش بعي سلطان، بعي سلطان بن عبد الله بن واس والأم بنت أخديدات،
20,000 درهم على بنت شاهين دقاش بعير سلطان بن عبد الله أبو الواس والأم بنت خديدات، 20,000 على السلالة الشاهينية على السلالة المعروفة، 20,000 درهم، 20 على دقاشة على شاهين دقاش، 20,000 درهم، 20,000 درهم، 21,000 درهم، 22,000 درهم، 3. استقبل أيضا المشارك القادم، عندنا قعود على متعب الصغير اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والأم حرة، له إنتاج طيب ومعروف متعب الصغير بإنتاجه وعياله وماخذ رموز وعياله أيضا ماخذات من الناموس ما يكفي، و 15 على متعب، 15,000 درهم على متعب الصغير، 15 الأم حرة ومنصوب الأبو متعب الصغير، 15,000 15 20,000 20,000 20,000 20,000 20 على متعب، 20,000 درهم، نقول العدد بدينا بالعدد التنازلي، 1 20,000 درهم، 2 20,000 درهم، 3. استقبل الضيف القادم، وعندنا بكرة على ما يهاب البنادق بعيد سعيد بن راشد بن غدير أبو البنادق اللي ما خلى بندق ولا خلى أيضا ناموس ما خذه، بندق معروف أبو البنادق، نعم، والأم بنت شاهين، 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20 على ما يهاب البنادق، على ما يهاب البنادق وبنت ما يهاب، بنت ما يهاب نعم، بندقتين ماخذ ويتجول الآن بأصله وسلالته، هذا هو ما يهاب بنادق، 1 نقول 20,000 درهم، 2 25 25 25 1 25,000 درهم، 2 25,000 درهم، 3. ونستقبل أيضا المشارك القادم، عندنا بكرة على مخلاب العاصفة، على مخلاب العاصفة والأم سودانية، مخلاب العاصفة معروف والكل يعني يتمنى من بدر هذا الفحل المشهود له بالإنتاج الطيب، 20 على مخلاب العاصفة، على مخلاب العاصفة 20,000 20,000 20 على سلالة مخلاب، بنت العاصفة بنت مخلاب، 20,000 20,000 الأم سودانية، نقول 20,000 درهم، 1 20,000 درهم، 2 25 25 25 1 25,000 درهم، 2 25,000 درهم، 3. استقبل المشارك القادم، وعندنا قعود على غازي المختبر، غازي المختبر كاسح الرموز، كاسح الرموز هذا من إنتاجه وله الكثير والكثير من الإنتاج، الكل يشهد له بإنتاجه هذا الفحل المشهور، عندنا قعود على غازي المختبر والأم بنت جبار، 15,000 درهم، 15,000 درهم، 15,000 درهم، 15,000 درهم، 15 مع غازي المختبر، مع غازي المختبر، 15,000 درهم. في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في الذيد ولده ماخذ رمز، ولده ماخذ رمز عند حمد بن هيان العامري، وهذا أخوه، واحد نقول واحد 25، كم 20 عند راعي مصيحة، 20,000 عند راعي مصيحة، 20,000 درهم، 1 20,000 درهم، 2 20,000 درهم، 3. مبروك راعي مصيحة،
ناخذ الضيف القادم. وعندنا قعود ايضا قادم على شاهين ولد الضبي بعير صاحب السمو الشيخ محمد الراشد آل مكتوم، والام سودانيه، الام سودانيه 15 20 عند سالم بن خلفان بالعري اشتبي 20,000 درهم 20,000 درهم 21,000 درهم 20,000 نقول على ولد شاهين ولد الضبي 22,000 20,000 درهم 2 هناك 25 عند ابو حمد عند فايز بن غفان اليابري 25,000 درهم 35 30 30 30 واحد نقول 30,000 درهم 2 30,000 درهم 3 مبروك. ناخذ الضيف القادم والمشارك القادم. عندنا قعود ايضا على شاهين عالي بعيد سمو الشيخ دياب بن سيفان الهيان، ومن صوب الام سودانيه، الام سودانيه، ونشوف ال 15,000 على عالي، على شاهين عالي 15,000 تتجول في ساحة العرض أمام الجمهور والمزايدين 15,000 على شاهين عالي بعيد سمو الشيخ دياب بن سيفان الهيان 15. الأم سودانية مبارك بالخميس العمري رفع السعر إلى 20,000 درهم 20 20 20 على شاهين عالي 20,000 درهم 21,000 درهم نقول 22,000 درهم 3 ونستقبل المشارك القادم. عندنا قعود على شاهين الريف بعيد العاصفة والأم بنت نجد، الأم بنت نجد و 15 على شاهين الريف، على شاهين الريف اللي يتجول ويتمشى على الثيل ويدور ويتابع طريقه، ونحن نقول 15,000 درهم 15 على شاهين الريف عيد العاصفة، واحد 15,000 درهم 15,000 درهم 2 15,000 درهم 3 استقبل المشارك القادم. عندنا مشوش بكرة قادمة على مشوش عبد الواحد بعير العاصفة، والأم بنت متعب، الأم بنت متعب و20,000 20 20 على بنت مشوش، على بنت مشوش، وهذه مشوشة، هذه اللي موجودة في ساحة العرض بنت مشوش 20,000 20 20 20 1,000 درهم أمامكم بنت مشوش عبد الواحد بعيد العاصفة، والأم بنت متعب و20,000 درهم 21,000 درهم 22,000 درهم نقول 3 مستقبل المشارك القادم. وعندنا قعود أيضا على سمهوي العاصفة والأم بنت براق و15 على ولد سمهوي، على ولد سمهوي، على ولد سمهوي، له 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 سبك وله ماضي طيب وله انتاج وبناته ابتعات في التسعيرات وهو رصيده رمز وانتاجه معروف 15,000 درهم 15 على ولد سمهوي العاصفة والأم بنت براق 15,000 درهم 1 15,000 درهم 2 15,000 درهم 3 ونستقبل أيضا قعود قادم على سكر العاصفة، سكر العاصفة معروف وهذا من إنتاجه القادم، بنته البارحة ماخذ الشوط الأول عند العرياني، نعم، وهذا من إنتاج سكر العاصفة، إنتاجه معروف وتشهد له الميادين بإنتاجه ونوع قعود اللي يتجول في ساحة العرض من إنتاج سكر العاصفة 15,000 درهم 15,000 درهم نقول نشوف ولد سكر اللي يتجول
وياخذ الدورة الثانية أمام الجمهور والمشاهدين والمزايدين 15,000 درهم واحد على سكر العاصفة والأم السودانية 15,000 درهم اثنين 15,000 درهم ثلاثة. نستقبل المشارك القادم عندنا بكرة على ناصي العاصفة والأم بنت جبار. الأم بنت جبار ناصي العاصفة 20,000 20,000 على بنت ناصي على بنت ناصي العاصفة 20,000 على بنت ناصي الأم بنت جبار الأم 25 بن حميدان خالد بن خليفة بن حميدان 25,000 30 على بنت ناصي العاصفة الأم بنت جبار 30,000 30,000 وما زلنا يعني نحن نمشي في العدد التنازلي مع بنت ناصي العاصفة. نقول واحد مع الثلاثين واحد مع الثلاثين ألف اثنين مع الثلاثين اثنين مع الثلاثين ثلاثة مبروك. طيب ناخذ قعود على سراب ولد العزوم باسم الشيخ طحنون للمحمد آل هيان والأم بنت شاهين الأم بنت شاهين الأم بنت شاهين ونقول 15,000 درهم 15 إنتاج هذا البعير ولد العزوم سراب ولد العزوم طيب معروف وله عدة إنجازات 15 على سراب ولد العزوم والأم بنت شواهين 15,000 درهم اثنين 15,000 درهم ثلاثة. ونستقبل أيضا المشارك القادم عندنا قعود على الواش العاصفة والأم بن جلمود الواش غادم مع 15,000 درهم 15 تتجول في ساحة العرض مع الواش بعير العاصفة والأم بن جلمود ونتابع ونشاهد أيضا الواش في ساحة العرض 15,000 درهم واحد 15,000 درهم اثنين 15,000 درهم ثلاثة. نستقبل أيضا مشارك قادم وعندنا أيضا بكرة على سليماني الصغير بعيد العاصفة والأم بنت شاهين بنت سليماني الصغير قادمة إلى العرض و20,000 على بنت سليماني الصغير تتجول في ساحة العرض في مزاد المرموم السادس وأمام الجماهير 20,000 درهم واحد 20,000 درهم على بنت سليماني الصغير بعيد العاصفة واحد نقول بنت سليماني مع 20 نحن نقول رقم 2 20,000 درهم ثلاثة. ونستقبل أيضا الفارس القادم الفارس قعود على الفارس والأم بنت مصيحان 15,000 على فارس العاصفة الفارس المعروف 15 على الفارس الأم بنت مصيحان 15,000 درهم على الفارس 15,000 درهم يتجولا مع الفارس في ساحة العرض أمام الجماهير والمزايدين واللجان والمشاهدين الأعزاء 15,000 واحد 15,000 درهم اثنين 15 هناك 20 محمد رحم صيحة واحد 25 20,000 درهم اثنين 20,000 درهم ثلاثة عند فايز بن غفان اليابي رحم صيحة. نعم نشوف الضيف القادم والمشارك القادم عندنا قعود أيضا قادم على الغزال بعيد العاصفة والأمة بنت مصيحان غزال العاصفة قادم ببذرة وأصلة وسلالته 15
15,000 درهم على الغزال، 15,000 درهم على الغزال اللي يتجول بال 15,000 درهم بسلالة الغزال والأم بنت أم صيحان. 15,000 درهم نقول واحد، 15,000 درهم اثنين، 15,000 درهم ثلاثة. استقبل أيضا، شوف القادم بكرة 89 بكرة قادمة على مهدي ولد الوثبة مختبر سويحان الأم سودانية. بكرة 20,000 20,000 هدي ولد الوثبة. ها هناك عندنا خالد بن خليفة بن حميدان 20,000 25,000 على بنت مهدي ولد الوثبة والأم سودانية 20. كم وصلنا؟ 25 نعم واحد، 25,000 درهم اثنين، 25 ثلاثة. ونستقبل أيضا مبروك لمحمد بن مبروك لمحمد الخالد خالد بن خليفة بن حميدان. قعود قادم على ولد الهبيبة بعيد سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان والأم بنت عجيب، سلالة قوية ومعروفة، و 15,000 درهم على ولد الهبيبة، على ولد الهبيبة 15,000 درهم، 15,000 درهم، والأم بنت عجيب 15 نقول 15 واحد، 15,000 درهم واحد. قعود طيب وقعود ولد الطياري ولد الوثبة انتاج المختبر، انتاج المختبر 15,000 درهم واحد، 15,000 درهم اثنين، 15,000 درهم ثلاثة. مستقبل قعود قادم على الشقي بعيد العاصفة والأم سودانية، الأم سودانية 15 انتاج طيب وانتاج معروف، 15,000 درهم على الشقي، على الشقي اللي في ساحة العرض 15,000 درهم، انتاج طيب ومعروف أيضا الميادين، وهذه السلالة غنية عن التعريف تتواجد الآن في ساحة العرض، 15,000 درهم، 15,000 درهم واحد، 15,000 درهم اثنين، 15 ثلاثة. ناخذ المشارك القادم عندنا بكرة على التبر في العاصفة والأم سودانية، التبر قادم بأصله وسلالته 20,000 على سلالة التبر والأم سودانية 20,000 على سلالة التبر 20,000 درهم، 20,000 على سلالة التبر بعيد العاصفة والأم سودانية واحد، 20,000 درهم اثنين، 20,000 درهم اثنين، 20,000 درهم ثلاثة. استقبل المشارك القادم عندنا سلالة أسد الميادين، عندنا سلالة أسد الميادين، سلالة الشبابي المعروفة، سلالة الشبابي المشهورة، والأم الأم مختمل الأم ماخذ الكاس في نجم الليل، اختمل الأم ماخذ الكاس هذا القعود، والأم نجوى. طيب الشبابي معروف في أصله وفصله وفعله، و 15,000 درهم، وأخذت هذا القعود ماخذه نجم المرموم 15,000 درهم على سلالة الشبابي، 50,000 درهم، 50,000 درهم من 15 إلى 50، من 15 إلى 50,000 درهم على 55,000 درهم
واحد 55,000 درهم. نقول 55,000 درهم. اثنين 60,000 عند كاسب بن سالم المسافري. 65,000 درهم. 65 على سلالة الشبابي، على سلالة الشبابي. واحد 65,000 درهم. 70,000 درهم عند كاسب المسافري. 70,000. 75,000. 75,000. 75,000. واحد 75. نقول اثنين على سلالة 80,000. 80. 85,000. 85,000 على سلالة أسد الميادين الشبابي. نعم. واحد 80,000. 85. وصلنا 85. 85,000. واحد 85,000 درهم. 90 عند كاسب. 95,000 درهم. 95 من يقفل 100. 90 كم؟ 95. 100,000 عند كاسب. 100,000. واحد 100,000. اثنين 100,000 درهم. ثلاثة. مبروك الكاسب بن سالم المسافري، فاز بولد الشبابي، بولد أسد الميادين. طيب ناخذ المشارك القادم. عندنا قعود قادم إلى ساحة العرض من صوب الأب الدرعي بعير سعيد الدرع. الدرع عفوا الدرع بعير سعيد بن منانة والأم سودانية. الأب الدرع بعير. طيب 15 على ولد الدرع بعير بن منانة. 15,000 درهم والأم سودانية. بعير طيب وبعير له ماضي وله إنتاج طيب في الميادين. 15,000 درهم. 15,000 درهم الدرع. واحد نقول 15,000 درهم. اثنين 15,000 درهم. هناك 20 عند خويطر بن سالم العمري. 20,000. 20,000 درهم. واحد 20,000 درهم. اثنين 20,000 درهم. ثلاثة. مبروك الخويطر العمري. ونستقبل أيضا عندنا بكرة على الواش العاصفة. واش العاصفة قادم ببذرة وسلالته وإنتاجه، والأم بنت معدي. الأم بنت معدي سلالة معروفة، بناته سبق، عياله سبق، رايحات في التسعيرات. 20 على الواش. 20,000. 20,000 نقول على واش العاصفة الأم بنت معدي. ونشاهد أيضا هذه البكرة اللي تنحدر من هذه السلالة تتجول في ساحة العرض مع الواحد. واحد 20,000. اثنين 25. واحد 25,000 درهم. اثنين 25,000 درهم. ثلاثة. مبروك. ناخذ قعود قادم على متعب الصغير بعير سمو الشيخ حمدان الراشد المكتوم، والأم بنت شاهين. الأم بنت شاهين 15,000 درهم على متعب الصغير. إنتاجه معروف في الميادين، إنتاجه يعني كله قو في قو. 15 على متعب الصغير وإنتاجه وسلالته. 15,000. والأم بنت شاهين 20,000 على متعب. 20 واحد 20,000. نقول 25 هني كاسب. 30 35 عند خويطر. 35,000 درهم عند خويطر. 30 عند كاسب. رفع ال كاسب 25 خويطر 30. كاسب 25 خويطر 30. 35 عند كاسب. 35,000. 40,000. 40,000 على متعب الصغير. الأم بنت شاهين 40,000. 40,000. واحد 45 عند كاسب بن سالم المسافري. 50 على متعب الصغير. واحد
50,000 درهم 55 عند جاسم 55 55 واحد 55,000 درهم 2 55,000 درهم نقول 60 60 60,000 60,000 60,000 واحد 60,000 درهم 2 60,000 درهم 3 مبروك. طيب مبروك اللي فاز ومبروكين كل اللي اشتروا في مزاد المرموم السادس جيم. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء نأتي إلى ختام مزاد المرموم السادس في مساء هذا اليوم الخميس. تقبلوا تحيات اللجنة المنظمة في رعاية نادي دبي لسباق الهجن، تقبلوا تحيات أيضا أعضاء اللجان الفريق العامل معي مدير المزاد سالم بن سعيد بن حضيرم، وتحيات أيضا علي الجمري، تحيات المخرج مخرج هذا تيسير شنابلة، وتحياتي محدثكم سالم بن ركاض العليلي. لكم مني أجمل ورق تحية، وأترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.